السلام عليكم جميعا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في احلى وصفه معمونه، وحشتوني كتير كتير. يلا بقى بينا النهارده، انا جايبه لكم حاجه انا جربتها مضاده للعرق، وهنعملها بوصفتها اللي يعني شبهها الطبيعيه. يعني هنعمل دلوقتي الوصفه الطبيعيه بتاعتها. شفتوا بقى ركسونه؟ دي تحفه. دي ركسونه اللي هي مش زي اللي هي عامله زي الكريم، بترولي كده. يعني التانية كانت زي ستيك وبتطلع كده، لكن ده كريم وبتدهني. هي بقالها فتره يعني في السوق. انا دي بالنسبه لي بحبها، لان انا بطلع الكريم اللي انا محتاجاه وبدهن كده وخلاص، وكل مره بيبقى جديد، مش بنفس بقى الرول بتاعتها برول منها في نفس المكان، ما بحبش كده. فدي كانت عجبتني لنظافتها اللي هي ريكسونا دي، وهي عباره عن كريم كده. طيب ايه بديله الطبيعي؟ لو مثلا ايه ناس بتحب تفضل، وده طبعا الحاجات الطبيعيه برضو جميله جدا، يعني هي كويسه. وطبعا الحاجات الطبيعية ايه بديله الطبيعي؟ انا همسح ده الكريم اهو. ايه بديله الطبيعي اللي زيه؟ ده ريكسونا اللي هي الكريم، بديله الطبيعي اللي زيه ونفس النتيجة برضو، ما فيش ريحة عرق خالص. وطبعا مع ارتفاع الاسعار وكده، ممكن برضو الواحد ايه يعني يجيب برضو يعمل حاجات طبيعية. هي والحاجات الطبيعية طبعا كويسة. عبارة بقى عن ايه؟ عبارة عن كريم، اي كريم عندنا، بس نحاول يكون قوامه خفيف شوية، يعني بلاش نيفيا اللي هو تقيل، النيفيا الخفيف اللي هو اي كريم يكون قوامه خفيف، ما يكونش قوامه تقيل، مش زي النيفيا الازرق مثلا كده. ده لا. وده هنا دي عندي شابة، الشابة بتتجاب من العطار، اسمها شابة، معروفة طبعا من زمان في العرق، واصلا بيستخدموها دي بعطر الياسمين. لو انت جبتيها حتى انت من عند العطار زي حجر كده، وانت طحنيه طحنيه وانت عطريها بقى بمسك مثلا، حجر المسك. او انا ده عندي برطمان، كان عندي برطمان فاضي اهو، فهحط حطيت فيه، مليت فيه كريم، شوية كريم طبعا ملوش مقدار، بس هو انت بتخلطي على الكريم، بتخلطي عليه الشابة كده، بس تحطي كمية كويسة من الشابة كده. و يعني كمية تكون حلوة من الشابة، ونخلط. وبعدين نخلط بايه بقى؟ نخففها بشوية مية ورد، عشان تتخلط معايا شوية مية ورد. يبقى مكونات كريم العرق ده عندي اعتمدوها مية ورد، مية ورد والشابة مطحونة، واي كريم عندك، اي بيز لكريم عندك، بس ما يكونش تقيل قوي في القوام بس. وهبدأ كده ايه، اقلبها مع بعض، يعني على قد ما تقدري حطي ايه، نحط الشابة، يعني شابة تتحط، ان هي دي اللي ايه مع الكريم، بيخليها بقى مع الكريم مع مية الورد الجلد بيمتصها، ويعني بأمانة شديدة بجد والله ما فيش ريحة عرق خالص خالص. يعني اللي بيقول غلاء الأسعار، وكمان في ناس بتخاف من الديودرانت، حاجات اللي هي العرق دي، لأن بيقولوا فيها يعني بتعمل أمراض وحاجات كده. في ناس يعني بيقولوا يعني هو لازم لما تيجي تشتري مزيل عرق يبقى مكتوب عليه زيرو أمونيوم، ما يبقاش فيه الأمونيوم ده. بس لو عايزين تعمله طبعا الكريم الطبيعي ده، انا هو بعمله ليا، انا كنت بعمله وبعدين كستلت استسهلت، وبقيت يعني كنت بعمله ماشي عليه فترة وكنت بشتري، بس افتكرته قلت ازاي انا ما قلتوش في الفيديوهات، لان هو فعال، يعني هو ما فيش بعده كلام يعني ضد العرق وكده. فهفضل اقلب بقى انا كده لحد ما يبقى ايه قوام كريمي معايا. هزود بقى شابة تاني اهو كده اتعجنت، هزود شابة تاني. يعني بتحطي شابة على قد يعني مثلا قد مقدار الكريم، تحطي شابة يعني كتير، حطي وخففيها عشان تتعجن بشوية مية ورد بس كده، يعني الشابة توصي فيها ملهاش مقدار. طيب بصوا بيبقى شكله كده اهو، كده بصوا بيبقى زي الكريم، بندهنه تحت الابطين بالشكل ده كده، بالمنظر ده كده، وبيمنع فعلا اي ريحة عرق خالص، يعني بجد يعني بديل الديودرنت، بس ده حاجة طبيعية وحلوة جدا. انا خلاص اهو جهزته لنفسي. ولو عايزة تحطي عليه، هو اصلا هي كانت متعطرة بالياسمين، جايبها انا كده من عند العطار، ولو انت عايزة تعطريها تحطي عليها قطرتين بس مش كتير، ما تكتريش في الزيت، بس تدي عطر زيت ياسمين او زيت لافندر او زيت ورد، وهي حلوة جدا جدا يعني. وجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. ده زائد ان هي بتشد كمان تحت الابطين، الشاب على فكرة بتشد الجلد، فيها الخصائص دي، وطبعا آمنة وكويسة.
والبديل الطبيعي للمنتجات اللي هي اللي تعتبر غالية، فهي حلوة قوي يعني. اللي بيحب يعمله بيجهزه، اللي عايز يشتري يشتري طبعا، واللي عايز يعمل طبيعي اهوت، انا بقول توريه لكم، فده معتمد وجربوه. الله، نشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، في حفظ الله، مع السلامة.